الشخص اللي انت شايفه قدامك في الصورة ده هو الدكتور كارل بيترسون، اللي يعتبر واحد من اهم علماء الزواحف في القرن العشرين. تتخيل بقى ان الراجل ده ضحى بحياته عشان يعرف ازاي سم التعابين بيأثر على جسم الانسان. القصة بتبدأ في امريكا يوم 25 سبتمبر سنة 1957، لما مدير حديقة حيوان لينكولن بارك اتصل بالدكتور كارل بيترسون وقال له انا هبعت لك تعبان لسه مكتشفينه جديد عشان تعمل لنا عليه شوية فحوصات وتعرف لنا التعبان ده نوعه ايه. وفعلا التعبان وصل للدكتور كارل بيترسون وابتدى يعمل عليه الفحوصات بتاعته، لكن وهو بيفحص التعبان فجأة التعبان فلت من ايده ولدغه في صباعه. فالدكتور كارل بيترسون بدل ما يقوم يروح المستشفى مسك الدفتر بتاعه وسجل فيه الاحساس اللي هو حسه لما التعبان لدغه. وبعد كده الدكتور كارل بيترسون ابتدى يسجل الاعراض اللي هو بيحس بيها بعد ما سم التعبان ابتدى يمشي في جسمه، زي مثلا ان هو ما بين الساعة 4:30 مساء ل 5:30 مساء ابتدى يحس غثيان قوي لكن بدون قيء، وما بين الساعة 5:30 ل 6:30 جات له حمى شديدة وابتدى يحس ببرد شديد ورعشة قوية في جسمه، وكمان حصل له نزيف في الفم. وفضل الدكتور بيترسون يسجل كل حاجة بتحصل له لحظة بلحظة. وفي تاني يوم اللي هو يوم 26 سبتمبر سنة 1957، الدكتور كارل بيترسون ابتدى يحصل له نزيف قوي من الفم والأنف، وحالته اتدهورت جدا لدرجة ان هو كان بيتبول دم. وبعد 24 ساعة تقريبا من لدغة التعبان توفى الدكتور كارل بيترسون بعد ما سجل كل الاعراض اللي حس بيها من اول لما التعبان لدغه لحد ما مات. والدكتور كارل بيترسون بعد ما شرحوا جثته لقوا ان هو كان عنده نزيف قوي في الرئه والقلب والدماغ وكمان في العين. تخيلوا بقى ان هو ما ماتش بسبب كل ده، ومات بسبب ان هو حصل له شلل في التنفس، وكل اللي حصل له ده كان بسبب لدغه التعبان. والدكتور كارل بيترسون قبل ما يموت بحوالي 3 ساعات في ناس نصحته ان هو يروح المستشفى عشان يتعالج، لكن هو رفض يروح المستشفى ورفض ياخد اي علاج، لان العلاج مش هيخليه يعرف ايه هي الاعراض الدقيقه اللي الشخص بيحس بيها بعد ما سم التعبان يدخل جسمه. عشان كده الدكتور كارل بيترسون اصر ان هو يكمل التجربه لحد النهايه. يا ترى بقى رايك ايه في اللي عمله الدكتور كارل بيترسون؟